شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الشقيقة، حيث أشادت بجهود وزراء التربية والتعليم في تعزيز العمل التربوي المشترك لتحقيق ما تتطلع إليه مجتمعاتنا من رقي وتطور ونماء. ثم قدم الدكتور أندرياس شلايشر مدير إدارة التعليم والمهارات ومستشار التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدم عرضا تناول أبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات القرن 21 وبعض قصص النجاح في مواجهتها وتخطيها والسياسات المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية في الميدان التعليمي. بعد ذلك قدم الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج تقريرا عن سير العمل في تنفيذ برامج المكتب، مشيرا إلى أن المكتب وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين والجمعية الدولية سينفذ خلال الفترة القادمة برنامجا تدريبيا مهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال يستفيد منه 100 معلم بحريني. استحوذ موضوع الاستراتيجية اليوم على اهتمام كبير ومناقشة واسعة تطرقت إلى ما تم تنفيذه من برامج والنتائج التي حققتها، إضافة إلى ما هو المطلوب من برامج تحتاجها الدول في الفترة المستقبلية والتي على الاستراتيجية أن تغطيها. ثم تم الاستماع أيضا إلى بيت خبرة كلف بمراجعة هذه الاستراتيجية وملاحظته على ما تم في الفترة الماضية. تقرر أيضا تكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالعمل على إعداد إطار خليجي للمهارات المطلوبة في القرن 21 والتي يجب أن تسترشد بها الدول حتى نستطيع الارتقاء بمخرجات التعليم في الدول الأعضاء وبالشكل الذي يتناسب مع الوظائف التي ستكون موجودة أو ستختفي في العقود القادمة.